السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ورجعنا لكم تاني بفيديو جديد من قناة محمد ومنى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في قناة محمد ومنى. النهاردة يا جماعة تحدي غير عادي، العقاب عندنا مفاجأة. ثلاثة. العقاب مفاجأة، يا ترى مين اللي هيكسب؟ النهاردة على السرعة والكمية. الأكل النهاردة جامد، النهاردة إيه بقى؟ سندوتشات كبدة ولا كبدة ولا تقولي الفلاح ولا تقولي البرنس ولا أي حد. النهاردة عندنا سندوتشات كبدة احنا عاملينها في البيت، بس ولا كلمة معاها. ست بواكي شيبسي الجبنة، طبعا ست بواكي ده يعني تلاتة وتلاتة، بس ممكن انا اكل الست عادي يعني مش مشكلة. النهارده يا جماعه صحيح في كاتشب ومايونيز. يلا نبتدي التحدي ولا ايه؟ يلا نقول واحد اتنين تلاتة. ثلاثة كله يهجم على السندوتشات. يلا بسرعة، بس نحط شوية مايونيز. التحدي على الشيبسي، شيبسي وال 20 سندوتش كبدة. 20 20 يعني 10 و10، ممكن اي حد ياكل. حد صعب. شايف ان الوش كتير؟ شايف انا عاملة ده؟ حكاية. أسناني كمان وجعاني. مش حاجة والله، حقيقة. جعانة جدا جدا جدا. نعم، المفروض احنا كده. فضلت بره التحدي، المايونيز اتكسر طبعا ومتخرب، بكل ده بره التحدي. ال 20 ساندوتش هو جوه التحدي وشيبسي. بنكسب دايما جنيه وبتاع. مفيش ولا ايه؟ أول واحد فاضي. هنا والله؟ لا، أول واحد حظي حلو فيه. لا ده كله فيه بقى. تاني. سد حلو. أنت في الأول. كل مرة في سؤال. ده كام سندوتش كده؟ أكلت كام سندوتش؟ سد حيلك يا محمد. سد على الله. سد حمولك يابا. بس سندوتشات سد حلو. هيا خم. فنان. الكاتشب معاها تحفة. كاتشب مايونيز، ما تحطيش مايونيز؟ لا مايونيز جامد. ماليش فيها أوي. ايه بقى كبدة البرنس، كبدة الفلاح، كبدة منى دي؟ ولا يفرق معانا. الفرق بيني وبين كبدة الفلاح هي أحسن، ما بيتشططها. مالها؟ بيحط لها شطة كتير. والله ما جربتها. لا، ده شطة كتير ومعطيها فيها. خلصت معايا 20 سندوتش. ايه؟ مين اللي هيخلصهم بقى؟ مش قادرة. مشكلة الوقت ده، واحد ما يعرفش يتكلم فيه.
تفضل عملها تقيله تقيله تقيله. مش عارفه ايه حكايتي مع الاكل التقيل. شو السندوتش مليان ازاي؟ مش باين، مش كتر، مش باين في السما، مش عارفة ايه. مش باين يعني، مش معمول الكاميرا بزغراه. بس هو كبير، حجمه كبير. هاي كاتشب مالوش حل؟ جربيه. ايه؟ جربيه. تنظف معايا ايه النهارده؟ ما اعتقدش ان حد عارف يكمل 20 سندوتش. ناس بحالة دي مش عارف. من لما تكون جايب عيش فينا قد الصوبع بقى. الموضوع صعب. يا جماعة ده كيلو كبدة. والله. كيلو كبدة. انا جيت في الاخر السندوتشات ما كانتش هتكفي معايا. الكبده ما كانتش هتكفي. احنا بنملى كل سندوتش من الغزير. وللاسف خلاص نقول كنت كم واحد؟ مش عارف. انا بعد كل واحد من نعم النهارده بطني قفلت. ده هو تقيل تقيل. تسعة لا بس خبنا هيروح كده. تعبت. فكرة صعبة 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 صعبة. انت على فكره بتحط المايونيز بيتقله اكتر. عشان كفايه 10 سندوتشات 20 سندوتش كتير قوي. بقيت عند الراجل جبنا اول ازازه 2 لتر. كسبنا 4 مرات ورا بعض لغاية ما الراجل كان حاول لنا. انا هخلي شوكك وكولا تبعت لكم على البيت على طول. بقينا كل شويه كل ما نروح نجيب ازازه نكسب عليها ازازه. فضلنا ماشيين كل شويه رايحين كده. لا رميت. نعمل ايه؟ ناخد غطا معايا وانا رايح للراجل. ناخد غطا عشان نغيره يعني. خلاص من كتر ما كسبت بقيت ناخد غطا وانا رايح عشان ما ارجعش تاني. عشان نروح شايل الغطا اللي هو الجديد لاقيه كسبان برضو ونغيره.
دقايق وفودافون. مش عارفه انتوا تشوفوها ولا ايه. كده تم بحمد الله. خلاص ولا لسه؟ مش قادره، مش قادره خلاص. المخلل الخلف والشيف اهو. الست بكاوي خمسه خلفه زي ما انتوا شايفين. ادي واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه. السادس اهو. والسادس خالص. ها كده تكمل. اتفضل اربع سندوتشات يا جماعه. بايق. خلاص مش هنقدر، مش هنقدر. موضوع صعب. عارفه ايه؟ خلاص احنا تعبنا النهارده. تحدي صعب 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 صعب. 20 سندوتش كتير جدا جدا جدا، وخيبه ان احنا مالينهم كبده وكمان حاطين عليهم كاتشب ومايونيز. كاتشب ومايونيز بيتقلوها اكتر ما هي تقيله، تقيله جدا جدا جدا. فاحنا يعني ذروتنا عكينا الدنيا. انا بصراحه اول مره الواحد بطنه تقفل كده. والله يا جماعه بطنه تقفلش بسهوله. في ناس كتبت لي في التعليقات انتوا ما بتعملوش تحديات ليه؟ اقول لكم بصراحه ولا نقول بصراحه؟ نقول بصراحه. احنا عاملين دايت يا جماعه. النهارده بقى اليوم الفري. فري خالص يعني. دخلوا في 20 سندوتش يعني كتير كتير. يعني المفروض الفري ده يعني حاجه قليله كده. احنا واكلين يعني حاطين كام؟ 16 سندوتش. المفروض انا وهو عاملين دايت. 16 واحد. 16 سندوتش مليانين. 16 سندوتش كتير. شوفوا الفيديوهات الجايه، فيديوهات ضرب نار يا جماعه. بجد 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 هتبقى تحديات. بس كتير منكم الاشتراك في القناه عشان تشوف الفيديوهات الجديده. فيديوهات جامده ان شاء الله. في حاجات يعني مفاجات والله. ما تتوقعهاش والله. ان شاء الله باذن الله الفيديوهات الجايه. اشتركوا في القناه، اعملوا لنا لايك وادعمونا، وان شاء الله باذن الله الفيديوهات الجايه زي ما قلنا ضرب نار ضرب نار. اهم حاجه تعملوا لنا لايكات كتير 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 كتير. تمام. على قد ما تقدروا اعملوا، على قد ما تقدروا اعملوا لايكات كتير. بص انا يعني اللايك اقعدوا بقى طول النهار. بص حط ايدك ما تشيلهوش، حط على طول لايك. يعني زي ما بنقوله دايما يعني كسر زرار اللايك على طول، وتفعلوا زر الجرس. اللي مش مشترك في القناه يا جماعه مشترك في القناه بعد اذنكم، ودعمونا عشان نكبر بيكم وعيلتنا تكبر. تمام. وتبقوا من عيله محمد ومنى وتكبر. زي ما انتوا شايفين احنا اكيله يعني. لا احنا مش اكيله، هنخليكم تاكلوا يعني. انتوا تتفرجوا علينا، اللي ما بياكلش هنشجعه ياكل. حتى واحنا عاملين الدايت على فكره بناكل برضه. دايت ازاي مع الاكل ما اعرفش، بس احنا بناكل برضه. لا واحنا ممكن هشجعه، عندنا ساعه فمكرمشين شويه. لا احنا اكيله والله اكيله. انا 16 سندوتش ده تقريبا اكلت منهم. انا ما اكلتش منه كتير والله يا جماعه. انا معدتي زي ما بتقولوا الدايت ده مقلله في الاكل. حاسه ان معدتي مش عارفه خفت قفلت حاجه زي كده. على فكره بدون الدايت ده كنا ممكن ناكله 25 سندوتش. جاتو فقفلت معدتي يعني. انا واخد واحده بس. لا انا كنت حاجه كده تسليك زور قبل ما ناكل. ما احنا قلنا بقى الفري بقى نضربها بقى. بس الفيديوهات الجايه فيديوهات زي ما قلنا هتبقى تحديات 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 صعبه جدا جدا. تمام. ما هو احنا ايه؟ مين؟ هما يدعمونا. قناه ايه؟ محمد ومنى. يلا باي باي. باي.